نصيحة، لازم نستبدل الأطعمة المقلية، لأنه الأطعمة المقلية مثل البطاطا المقلية والأشياء اللي هي كتير فيها زيت، لازم نستبدلها بالأطعمة المشوية بالفرن، نستبدلها بالبطاطا الحلوة المشوية بالفرن، أو حتى فينا البطاطا المسلوقة نعمل منها وصفات كتيرة، أو حتى نطبخها بطبخ مع الأكل. هذا الشيء بيخفف من الأكسدة، ويلي إلها دور سلبي على صحة بشرتنا الأكسدة. أما البطاطا الحلوة غنية بالفيتامين A يلي هو محارب الشيخوخة ومضاد أكسدة ممتاز. النصيحة الثانية بدي أقولكم، نخفف من المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي، نستبدلها بالمشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، مثل فينا نعمل مثلا عصير التوت اللي هو قليل السعرات الحرارية، نقدر نعمل مثلا عصير البطيخ كمان غني بمضادات الأكسدة وبينعكس إيجابيا على نضارة وأشراق بشرتنا. ممكن كمان نستبدل مشروب القهوة والشاي الكتير بالهوت شوكولات مصنوعة بطريقة صحية من حليب اللوز مع شوية كاكاو، بيعطينا إحساس بالسعادة وأيضا بيعطي نضارة وأشراق لبشرتنا. كمان مشروب الماتشا والشاي الأخضر صح فيهم كافيين، لكن كتير فيهم مضادات أكسدة. طبعا ما عم نقول الشاي والقهوة مضرين، هن مناح وفيهم مضادات أكسدة، لكن الإسراف بتناولهم بيسبب البشرة بتتقدم بالعمر بطريقة أسرع. ثالث نصيحة، نبعد عن الستريس والتدخين والأشياء المصنعة قدر المستطاع، والأغذية المعلبة والأغذية الميتة نحن بنسميها بعلم التغذية، يلي بتكون معلبة ومسافرة من بلد لبلد قليلة القيمة الغذائية، نستبدلها بالخضار الفريش والفاكهة لأنه غنية كتير بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة يلي رح تحارب الشيخوخة، ونشرب كمية مي كافية، جسم المرطب بينعكس إيجابيا على نضارة وإشراق البشرة، ننام منيح من 7 لـ 9 ساعات، عم نحكي للبالغين لأنه النوم أيضا بيعزز من الجروث فاكتور وبيخلي هرمون النمو ومضادات الأكسدة موجودة بشكل أكبر ببشرتنا، والحالة النفسية أكيد بتنعكس على البشرة.